عن هذه الاتفاقية حمى الضنك هذا الداء الذي انتشر في محافظتنا الحبيبة. تواصلا لنشاطها الإنساني، دشنت شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بالمكلا، مرحلتها الثانية من الإغاثة الطبية، والتي تتمثل في تمويل القوافل الطبية لمكافحة فيروس حمى الضنك الذي يجتاح مدن ساحل حضرموت، حيث دشنت الشبكة نشاطها بحفل توقيع اتفاقية القوافل الطبية التي تستهدف مستشفيات عدد من المناطق والمديرية كالمكلا وغيلبة وزيرة والعيون، حيث ستستمر الحملة لأكثر من 15 يوما تشمل تقديم الفحوصات الطبية والعلاجات المجانية للمرضى. دش مشروع القوافل الطبية لمكافحة لمعالجة المصابين بحمى الضنك، حيث تتكفل الشبكة بجميع تكاليف المرضى بالعلاج والفحوصات المختبرية وغيرها. ويأتي هذا التدخل الإنساني في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات الصحية الرسمية في حضرموت من ضعف في الإمكانيات الطبية جراء افتقادها للموارد المالية اللازمة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.